السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. اليوم غنعدل معكم كومبير تركي، اللي هي بطاطا مشويه في الفرن المعروفه كما كتشوفوا معايا. ما تنساوش تعملوا جيم واشتراك وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، تخليو لي شي تعليق مزيان. كما كتشوفوا معايا خديت 3 بطاطات متوسطين الحجم، واذا كانوا عندكم كبارين يكون من الاحسن. كناخذهم كنغسلوهم مزيان، وكناخذوا ورق الالومنيوم وورق الطبخ، كناخذوا بطاطا وكنثقبوها بكوردون، كنثقبوها كامله باش يدخل فيها الملح وشويه د الابزار وزيت العود. كندهنوها على بطاطا وكنغطيوها ببابي الومنيوم وبابي كويسون. كنعملو من جميع البطاطا ديالنا هاد العمليه. كنعملوها في الطاو وندخلوها الفرن ساعه على الارض وكل حراره مرتفعه، ومن بعد كنقلبوها بكوردون. الى دخل معنا كوردون راه صافي، البطاطا ديالنا واجده. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي جعده، جلبانه، ميس، فرماج وبصله، كفته. كناخذوا جعده وجلبانه ونسلقوهم، ثم قلا كنعملوا واحد معلقه كبيره ديال زيت العود وبصله وشويه د الملح والبزار وجوج فصوم د الثومه، وكنشحروا البصله. ملي كتشحر البصله كنزيدوا عليها كفته، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الزنجبيل، وشويه د الكمون، ملعقه صغيره عامره ديال مركز الطماطم، وشويه د الماء، وكنخليوها تشحر. صافي، هكذا كتكون واجده. كناخذوا المكونات ديالنا، جعده والجلبانه اللي مسلوقين، كنعدلوا معاها واحد معلقة ديال المايونيز تكون فيها ثومة والربيع، كتجي بنينة. صافي، كتكون البطاطا ديالنا وجدات. كنخليوها واحد جوج دقائق باش ما تشوطكم شي في يدكم. صافي، كناخدو واحد معلقة ستيتوة ديال الزبدة وكنخلطو بها البطاطا ديالنا من داخل، ندخلو فيها الزبدة. انت كتدخل مزيان فحال هكدا. كنزيدو لافرماج حتى هو كنحركو، وكنبداو نعملو في الحشوة ديالنا. يعني الحشوة كتبقى اختيارية، كل واحد على حسب شنو خصو يجيب. عملت الكفتة ديالي، الجلبانة اللي عملناها مع الجعدة ومايونيز ومايس، وكنزيدو فرماج. كنرجعو الفرن 5 دقايق غير بيض متحمر لنا فرماج اللي فوقي. وها هي الصحة والراحة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، بالخصوص مع حنايا دابا في الوضع الحالي كورونا وما كنقدروش، وكنتشهاو بزاف د الحاجات، وحنا بإمكان نعدلو هي في الدار. وبصحة وراحة كما كتشوفوا معنا، الصراحة كتجي مزيانة. وشكرا، وكنتمنى تكون الوصفة نالت الإعجاب ديالكم. ونعاود نقول لكم فعلوا الجرس واشتركوا في القناة وجيم وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، وخليو لي واحد التعليق يكون مزيان باش يزيد يشجعني. السلام عليكم.